هم أروع وأجمل ما في حديقتنا وقريتنا، عودونا على روح العطاء. وفي الماضي القريب شهدنا ولما نزل أعمال شباب خرقوا في وجدانهم حبهم لبلدهم ومجتمعهم عامة، بدءا بجمعية لحن وشباب البقيعة وجمعية المايس وجمعية مرام وحركة الشبيبة الدرزية والكشاف الأرثوذكسي. كلها ولدت من رحم هذه القرية، والذين سطروا فيها أجمل ما في الإنسان من قيم الإنسانية، ألا وهي حب العطاء وحب الخير للغير دون انتظار مقابل. وهذه شيمة من شيم أهل البقيعة. البقيعة هذه البقعة من الأرض التي خصها الله بكل شيء جميل من طبيعة وسكان، وتجمل سكانها بحبهم لبلدهم وأهل بلدهم. وما لقاؤنا الليلة إلا تجل لهذه القيم الإنسانية الشفافة الصادقة والتي تبلورت وولدت بعد مخاض طويل جمعية ميلا، طوال طبية وشباب أخذوا على عاتقهم تحمل كل صعب وشبه مستحيل من أجل مد يد العون لكل محتاج ومريض، فكانوا وفي كثير من الأحوال يد الله الطولة في إنقاذ الأرواح وتسكين الآلام وتهدئة قلق الأقارب. فما يفعله أعضاء الجمعية هو في جميع الأحوال أعمال إن وصفت بوصف دقيق هي ليست إلا أعمال مقدسة ومباركة. لقاؤنا الأول كان مع الأخ الصديق صالح سعيدة مع مجموعة شباب، كان حبهم بالمساعدة وشغفهم بالعطاء يظهر في عيونهم، وحدهم الهدف السامي وروح الشباب وحب الخير والعطاء للغير. وأمام هذه الروح الوقادة تسقط كل الصعاب والعقبات، ورأينا كإدارة للمجلس المحلي أن خير ما يقدم للناس هو مساعدة موجوع وإغاثة مصاب، وكانت البداية وكان التعاون بيننا. لم يمضي وقت طويل حتى التف العديد من شاباتنا وشبابنا حول إدارة الجمعية يحثهم الواجب ورداء الضمير، حتى وصلنا إلى يومنا هذا مع كوكبة مميزة هذه. وخلال فترة وجيزة أصبحت ميلح مثل الملح في بيوتنا، لا يستغني عنه أحد ولا يجهل وجوده أحد. أهلنا الأعزاء، لقاؤنا اليوم ما هو إلا عرفان بجميل وثناء مستحق منا لكم على كل ما تقومون به. وهذا وهنا لا بد من التنويه، والتنويه بشدة، بأن البشرية عامة ومجتمعنا خاصة بأمس الحاجة لتعزيز ثقافة التطوع والعمل من أجل الآخر، وهو لا يقتصر على شريحة عمرية واحدة، فإن الأعمال الخيرة يقوم عليها ويخدم عليها كل شخص من موقعه وعمره تجسيدا لقيم التكافل والتعاضد والإيثار. وثقافة التطوع ممارسة مجتمعية تقوم على حسن الاستغلال الوقت لخدمة هدف نبيل والذي يحدث فارق إيجابي في حياة الآخرين. الشكر كل الشكر لكل إنسان تحركه مشاعره الإنسانية في تعامله ومشاركته في تقديم العالم. الشكر كل الشكر لكل من يضحي من وقته وماله من أجل خدمة الآخرين المحتاجين. الشكر كل الشكر لكل من يرى الله نصب عينيه في تعامله مع محيطه. الشكر كل الشكر لمن تبرع وتطوع من أجل بلده ومجتمعه وإنسانيته. أصدقائي وصديقاتي، جمعية ميلح كلمة شكر قليلة في حقكم، فأنتم تستحقون وسام العرفان والتمام. أنتم قدوتنا ومثلا يحتذى به في مجتمعنا عامة. نتمنى لكم دوام التطور ودوام القدرة على العطاء. بوركتم وبوركت أيديكم وبورك في بيوتكم. وفقكم الله.